صباح الخير. أولا أود أن أشرب على صحتكم، ففي الخمر الحقيقة. عنوان مداخلتي هذا الصباح هو الآتي: سؤال من مغربي محتار حول الآخرة. وصلتني هذا الصباح الرسالة التالية من شخص لن أذكر اسمه، يقول: عندي سؤال سيدي المفتي. كما تعلمون أعلنت في صفحتي في الحوار المتمدن وأماكن أخرى بأني سأحمل لقب مفتي أوروبا. فالسؤال إذن موجه إلى مفتي أوروبا وهو العبد الفقير. إذن يقول: عندي سؤال سيدي المفتي. أنا من المغرب، عمري 37 سنة، من أتباعك الأوفياء. السؤال: ما هو الجزاء لمن اتبع دينك؟ يعني هل في حور عين وأنهار من الخمر والعسل؟ وما عقوبة من ضل عن رسالتك؟ هل في نار وعقاب؟ أجبني، أنا محتار. وقد سبقت تلك الرسالة رسالة أخرى من أحد المتابعات تقول فيها: دكتور سامي الديب، كيف حالك؟ أنا من المغرب وأقول لك بأن الدين الذي تدعو إليه هو الذي يناسبني في سوق الديانات. باعتبار أنك خففت على الناس حملاً ثقيلاً وجعلت كل واحد منهم يفصل دينه على مقاسه في حالة أن المعروض في سوق الديانات لا يناسبه، فرقتك جميلة وبارك الله فيك. قد يرى البعض في هذه الرسائل نوعاً من التحكم، لولا أني تواصلت مع الكثيرين الذين بيّنوا لي خوفهم من الآخرة وأنهم يقضون الليل بكاء بسبب الآية: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذه الآية رقم 56 من سورة النساء. ويتصل بي كثيرون لينبهوني فيما يخص العقاب الذي ينتظرني إذا ما استمريت في سبيلي. وقد طلبت مني قناة البط الأسود أن أحضر لها حلقة حول الخوف من العذاب بعد الموت، ولكني اقترحت عليها دعوة مسلم للتكلم عن هذا الموضوع، لأن الخوف المفرط من العذاب بعد الموت خاصية يكاد ينفرد بها المسلمون حسب علمي المتواضع. وهناك جدل كبير في مصر حول عذاب القبر، هل هو حقيقي أم لا؟ يمكنكم أن تنقروا على رابط أسفل هذا الشريط، وستقع على عدة أشرطة في هذا الخصوص. والآن أجيب على السؤال الذي طرح علي. أولاً، فيما يخص الخوف من الآخرة والإيمان بالله، أذكر درساً لخور الرعية عندما كنت صغيراً في الثامنة من عمري، وكان يشرح لنا معنى عبارة الخطيئة
المميتة، وهي كما فهمتها الخطيئة التي تسبب لمن ارتكبها العذاب الأبدي في نار جهنم. فاستغربت من ذلك وسألته: كيف يمكن لله أن يعذب شخصا بسبب خطيئة واحدة بينما ربما فعل كثير من الأمور الحسنة في حياته؟ فأجابني الخوري: تصور أنك في صحة جيدة وأطلق عليك شخص رصاصة صغيرة، فهل تموت أم لا؟ فسكت ولم أعرف كيف أرد على جوابه، وتبقى حيرتي: كيف يمكن لله الذي يدعي أنه يحب أبنائه أن يعذبهم في نار جهنم بسبب خطأ مهما كبر؟ تناقض فظيع. ومن الأشرطة المسلية التي أحب الاستماع لها بالإنجليزية الشريط التالي الذي سأعطيكم رابطه تحت هذا الشريط، عنوانه سخافة الأديان مع ترجمة عربية لجورج كارلين. وحقيقة الأمر أنا لا أعير كبير اهتمام في حياتي لعذاب الآخرة. ومن الآيات التي أحبها في القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورة الزمر الآية 53. وفلسفتي في هذا الخصوص تتفق مع مقولة الفيلسوف الرواقي الإمبراطور ماركوس أوريليوس الذي لم يخف أبدا من الموت، فهو يقول: عش حياة صالحة، فإن كان هناك إله عادل فلن يهتم سوى بأعمالك وأخلاقك الصالحة التي عشت بها، وإن كان هناك إله ولكن غير عادل فليس عليك أن تعبده، وإن لم يكن إله فستكون قد عشت حياة نبيلة مخلدة في ذكريات أحفادك. أدعو الجميع لقراءة كتابه المعنون التأملات، وسأعطيكم رابطه تحت هذا الشريط. فخلافا لرجال الدين اليهود والمسيحيين والمسلمين الذين يلجؤون إلى الترهيب والترغيب لكبت أتباعهم، زرع فلاسفة الرواقية التي ينتمي لها هذا الإمبراطور الفيلسوف فكرا تجعل الإنسان أكثر طمأنينة أمام الموت الذي هو مصيرنا جميعا. وادعو الجميع تحميل كتاب بالعربية عنوانه رسالة في النظام الفلسفي للرواقيين، ترجمة صديقي الدكتور يوسف هواويني. سأعطيكم الرابط تحت هذا الشريط. علما بأن مؤسس هذه الفلسفة زينون الرواقي هو من أصل فينيقي، أي من منطقة الشرق الأوسط. وأعطيكم تحت الشريط رابط حول سيرته في موسوعة ويكيبيديا. الشطر الثاني من السؤال الذي طرح علي هو موضوع الحياة بعد الموت، وما نوع العقاب والجزاء؟ إذن هل هناك حياة بعد الموت؟ وما نوع العقاب والجزاء؟ وجوابي هو سهل: لم يعد أحد بعد الموت ليخبرنا بما هو موجود بعد حياتنا هذه، وكل ما تنقله لنا الكتب المقدسة أو المقدسة، سميها كما تريد، هو مجرد تخمينات وتخيلات وإرهاصات. وبعضهم فتحوا
فتح باب الخيال واسعا، فحول الجنة إلى كرخانة أي ماخور مليء بالفواكه والمشروبات اللذيذة والعظائر التي اختلفوا في عددهن، وشغل أهل الجنة فيها الأكل والشرب وفضي بقارة العظائر ليلا نهارا. وأذكر هنا بعض الآيات القرآنية: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلا ولا جان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أن إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاقهوا، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، مثل الجنة التي وعد المتقين فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمر. وهناك آيات أخرى، وسأعطيكم نص هذه المداخلة تحت الشريط، يمكنكم مراجعة هذه الآيات وأنتم مرتاحين. الآن ما هو معتقدي وهل أدعو الآخرين إلي؟ لأن الشخص المذكور الذي سألني يقول أنه من أتباعي، هل أنا أدعو الناس إلى أن يتبعوني؟ هل هناك معتقد خاص بي؟ هذا ما أريد أن أجيب عنه الآن. أعرف نفسي عامة بأني مسيحي غير عقائدي، وقد عرضت في عدة مقالات في الحوار المتمدن بعض جوانب من اعتقادي، وآمل يوما ما أن أجمع ما كتبته وأرتبه. وخلافا للقنوات التبشيرية، أنا لا أدعو أحدا للديانة المسيحية، لا أدعو أحد. قنوات تبشيرات تدعو للمسيحية، لكن أنا لا أدعو للمسيحية، كل ما أدعو له هو استعمال العقل. والدين عندي تجربة شخصية تخضع لعدة اعتبارات، ليس للمرء الحرية في اختيارها، والغالبية العظمى تتبع دين محيطها الذي ولدت فيه بمجرد الصدفة، وكل منهم يدعي إن الله قد أنعم عليه بالإيمان الحقيقي. ومن هنا مقولة أحمد الله على نعمة الإسلام، رغم أنك إن ولدت في عائلة مسيحية فستكون مسيحيا، وإن ولدت في عائلة مسلمة ستكون مسلما، وإن ولدت في عائلة يهودية ستكون يهوديا، كما يقول الشاعر: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. وقليل جدا من الناس يبدل دينه لأسباب مختلفة، من ضمنها الخوف من القيل والقال وعقاب وعواقب ذلك التغيير. وحد الردة سيف مسلط على رقاب أتباع الديانات، فيحول الدين إلى سجن حراسه رجال الدين الذين لا يتورعون من قطع رؤوس المخالفين. فهم يعرفون أنهم لو فتحوا أبواب السجن لن يبقى فيه أحد، وقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق كما يقال. ورجال الدين يطبقون في ذلك أسطورة يونانية بليغة. تقول الأسطورة أن بروكراست، هو شخصية أسطورية إغريقية يونانية، تقول هذه الأسطورة أن بروكراست كان حدادا وقاطع طريق، وعنده سرير من حديد، وكان يجذب أي مسافر مار ليحسن ضيافته ويدعوه إلى النوم في هذا السرير، وكان
بروكروس مهووسا بأهمية أن يتناسب طول الضيف مع السرير، فإذا كان الضيف أطول من السرير قام بقطع أرجله ليتناسب مع السرير، وإذا كان أقصر من السرير مط جسمه حتى تنكسر مفاصله فيساوي جسمه السرير بالضبط. إذن هذا الشخص كان عنده سرير، الضيف اللي عنده كان إذا أطول من السرير يحقر ويقص له جريه، وإذا كان أقصر من السرير يمد، لازم يدخل بالتمام في هذا السرير اللي عنده، سرير من حديد. هذا باختصار شديد ما يريده أصحاب قانون تجريم الإلحاد. وأنا شخصيا أعاني من ضيق النفس، ولذلك لا يمكنني أن أسبح في البحيرة رغم أنها على بضعة أمتار من مسكني، ولذلك أرفض أن يفرض علي أحدا السباحة. في نفس الوقت لا أسمح لنفسي أن أفرض على الآخرين السباحة، والسباحة في المعتقدات أصعب بكثير من السباحة في البحر الهائج. ما أدعو له إذن هو أن يفصل كل شخص دينه على مقاصده. وأن لا يلبس ملابس جاهزة على قدر الإمكان يفرضها عليه تجار الدين. يعني كل شخص يساوي الدين اللي يناسبه، مش لازم تتبع اللي بيفرضوا عليك رجال الدين. وبطبيعة الحال من لا يعرف تفصيل الملابس فسوف يجبر على لبس ما يفصله الآخرون له حتى وإن ظهر في مظهر مضحك. وأنا لا أعير ملابس الأحد كما أرفض أن يعيرني الآخرون ملابسهم. إذن أنا أقول لكل شخص فصل دينك حسب مقاصدك اللي يناسبك، لا تتبع رأي هذا ولا ذاك، اللي يناسبك سويه. وأطلب من الجميع كسر أسوار السجن. فهناك ناس سيقولون لي لماذا تكتب إن كنت لا تدعو الناس لتغيير دينهم ومواقفهم؟ لماذا؟ ما الهدف؟ أنا شخصيا أكتب لنفسي، فالكتابة وسيلة مثلى لترتيب الأفكار، ثم أرمي أفكاري على وجه الماء ولا أبالي بمن يلتقطها، فقد تأكلها الأسماك أو قد يلتقطها الطير، وقد تتفكك وتفنى في قاع البحر، ولست مسؤولا عن من يلتقطها. وكما يقول القرآن كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، سورة الإسراء الآية 13. وفي آية أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى، سورة الأنعام الآية 164. كلما أطمع به هو أن يستعمل الأشخاص عقولهم على قدر الإمكان وأن يكسروا أسوار السجن الذي ولدوا فيه. وعندما أقول على قدر الإمكان فأنا أعني ما أقول، فليس بمقدار كل شخص كسر أسوار السجن. وأنا على قناعة تامة لا يشوبها أي شك بأننا لو أسقينا المثقفين الأرض خمرا لمدة أسبوع سوف يفلت لسانهم وينتهي الإسلام قبل نهاية الأسبوع.
هذا إذن جوابي لصديقي المغربي الحائر. أنهي مداخلتي وأشرب مجددا على صحتكم، ففي الخمر الحقيقة. وأتمنى لكم نهارا سعيداً.